ساعين امه ما يلاقيش. طبعا، لان ولا البني ولا اي حاجه من النوع ده هتكيفه. هيجري زي الرهوان على الاستاف اللي بناكل منه عيش. بيزا اوف كورس، براون شوجر. اللي هي يا باشا براون شوجر، بي اس، البي براون والاس يعني شوجر. يس. انت فاكر ان احنا هنقعد نشتغل في الشريط ابو 30 و40 جنيه؟ دي مجرد فرشه زي ما انتوا بتقولوا، هيفرشوها رجالتك وعزوتك اللي عايزين افنديهم يرجع السوق بقوه. هما يفرشوا وما عليك تحضر التقيل لوقت اللزوم. بكده يبقى اختصرنا الزمن والمسافه. احنا لسه هنستنى زبون يلف سجاره ويخش على حجرين وحلاني بقى على ما يشد خطين؟ احنا كده بنساعده. هي اول برشامه وبعد كده تلاقيه يجري على طول على المجروس. ويبقى وفرنا عليه وقت وفلوس كمان. يتوب علينا ربنا. برزيزة. هاي داد. اه حبيبتي. هاي خميس، مش برضو خميس؟ افندينا خميس افندينا. اه حبيبتي، عجبك السبا؟ ظريف. مادام عجبك هشتريهولك. ثانك يو، انا هغير وخارجة على طول. بس بيخلي بالك وانت سايقة. اوكي، سي يو ليتر، باي. باي. كنا بنقول يا خميس؟ سيوليتر. أليجيتر. ده ليها كمالة. عارف يعني إيه أليجيتر؟ يعني سامعها قبل كده بس. البوزة؟ أليجيتر يعني تمساح. تمساح. عارف دهان التمساح؟ يعني ده أنا التمساح يا باشا. دهان التمساح ده أبويا بيدهنوا بيها الحيطان اللي عايزة تشد وتعلى. يا باشا ما دخلني معاك في السبا، هتجيب لي برنسيسه ده شريك يعني. ما شاء الله. تعرف يعني ايه سبا؟ فاكهه برضو. امال ايه سبا؟ يعني موزه مقشره، مكان تروح ويفضل يدلكوا فيك لغايه لما تخرج زي الموزه المقشره. السلام، زحلقه يعني. تضرب سبا بلبن هتزحلق جواه كمان. لا يا باشا ده انت حكايه. يتوب علينا ربنا. بلغك اللي عمله الباشا بتاعك؟ كنت عارف انك جايبني عشان كده يا سيد الناس. يعني بلغك؟ في السوق بتاعنا مفيش حاجه بتستخبى يا عم، الجمال كلهم. وانت ايه رايك؟ انا في الليله دي كلها مجرد مرسال، انا بلعب في تيم تاني براكو يا معلم. اه بس انت قريب من الباشا ومفيش اقرب من اللي زيك لمزاجه. مالت انت ممكن تاخد مني فلوس كتير قوي من غير ما تاثر على مكانتك هناك. اشبك ايدك في ايدي يا معلم وشبكه العشره الكرام دول ومليك عليا حلفان. انا مفيش واحد على كوكب الارض كله بيكره خميس افندينا زيي، ومش بس كده، هو الوحيد اللي بوظ لي اكتر من الشغلانه 10 وليه عنده بدل الطار 1000. حلو قوي كده، احنا الاثنين على خط واحد. بس ما تاخذنيش يا معلم، يعني خميس افندينا عرف يخش للباشا صح، ومش بس كده، الباشا معتمد على اهله وعزوته وناسه، هم اللي مساندينه وبيحموه في ظهره. مؤاخذة يا معلم، يعني انت مشكلتك في ابنك براءة، هو الوحيد اللي هزز صورتك في السوق، وده اللي سمح ان الباشا يديك كتف. وما تعرفش خميس افندينا عامل ايه للباشا، تحس انه ساحر له، وصف له وصفة، عامل له عمل حاجة كده، تحس انها ايه رأيك يا مرض؟ وانا بعد جايبك علشان تعقدها ولا علشان تحلها؟ انا هقولك على الصحة بعد. خميس افندينا دلوقتي في حمايه الباشا، ولو حصل اي حاجه لافندينا الشبهات والشك والريبه والضغينه هتحوم حواليك. يبقى المنطق بيقول ان احنا نلعبها صح، باسورد نعديها يعني، ونطاطي للريح شويه. وبعدين نتفق، تحط ايدك في ايدي. اعتبر ايدي في ايدك يا مرض. بس ناقص واحد معانا ويكمل مثلث برمودا، مثلث الرعب اللي هيقضي على خميس افندينا. تقصد مين؟ اللي معاه السر كله، بدران الشواب. ما
البدران. لا إذا كان على البدران سيبوه أنا. أنا عارف سكته كويس أوي. بقول لك ايه يا باشمهندس؟ منى يا فندم. هي دي عربية الفرنسيسة بنت الباشا صح؟ ايه يا فندم؟ صح كده. ايوه. قلت لي اسمك ايه؟ زينهم سعادتك. زينهم. الاقي معاك كلمة زينهم. اتفضل يا فندم. ايوه. رجل الامن لازم يكون معاه علم. طبعا. هات ورقة. طب لحظة واحدة قبل سعادتك. لا 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 تعالى تعالى استنى. الجيش قال لك قال لك ايه؟ قال لك اتصرف. ها؟ خد امسك. ورقة ايه؟ ورقة ورقة اكتب اكتب بس اكتب. اكتب اللي اقول لك عليه. ايوه انا عارفه اكتب ما تقلقش. اكتب 015 افندين اللي هو التوقيع افندين اكتب اكتب. ايوه. هو ده رجل الامن. ايوه. خطك حلو. بص انا احط دي هنا بس امان عليك اوعى ولا تفتحها ولا تقرا اللي فيها ولا كانك سمعت حاجه. تحت امرك يا فندم. اتفقنا؟ اتفقنا. آه. تمام تمام. خد يا خد بس يا فندم. خد يا زينهم. لا لا خد خد امسك. بطمني عليك. ماشي يا فندم. يلا ما توقفش عشان ما تلفتش الانتباه. ماشي يا فندم. تشتغل اصلا لؤي. خلاص بقى انا زهقت منك. اعمل اللي يريحك. سلام. ما تستغربيش ورقه البفره. ما تستغربيش ورقه البفره. ما لقيتش اسرع ما لقيتش اسرع منها عشان يوصل الود بمزاج عالي. يوصل الود بمزاج عالي. دي نمرتي. لو مزاجك تمام كلميني. لو مزاجك تمام كلميني. ولو مش تمام. ولو مش تمام كلميني برضو. كلميني برضو. أفندينا أفندينا. انت بتستعبطي يا بنت. انت فين كل ده؟ والنبي يا أبلة بلف لك على كعوب رجليا لما كعوب رجليا بقى فايت. اعمل ايه؟ مش لاقيه. يا سلام. انت هتعمليهم عليا يا بنت. دلوقتي بقيتي تلفي وتدخي عليه ومش لاقياه. امال مكان في جيبك ليل ونهار هو فين؟ والنعمه الشريفه شحح يا عبله. ده حتى اللي كنت بجيبه ب 10 دلوقتي بجيبه ب 20 ويا ريت لاقيين. انا مش عارفه الناس اتصرعت على الفلوس كده ليه. كفايه. لا ترحمي نفسك. هاتي خلاصي. هو فين الهبات؟ اتفضلي يا عبله. هاتي فلوسك السودا دي. روحي اعملي لي كوبايه قهوه بسرعه. قهوه وشاي وبرشام وسجاير. انا مش عارفه الليله الطويله بتاعتك دي ما بتخلصش يا عبله. بصي يا ابله بقى انا هعمل لك لقمه ترمي بيها عظمك افيد من كل الكلام ده. ايه قولك بقى؟